المرضى يحتاجون للتبرع بالدم في كل الأوقات. تحت هذا الشعار خلد المركز الموريتاني للتبرع بالدم اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي شاركت في تخليده منظمات ناشطة في مجال المجتمع المدني في البلاد. تخليد اليوم العالمي للتبرع بالدم يأتي في سياق خاص يتسم بانتشار جائحة كورونا، حيث عرفت هذه المادة الحيوية نقصا حادا في المراكز حسب المدير العام للمركز الموريتاني لنقل الدم. ننتهز هذه الفرصة لنقول إن اليوم العالمي للتبرع بالدم يأتي في سياق جائحة كورونا الخاص، وهذه الجائحة وكما هو حاصل في جميع الدول كان لها أثر سلبي على المركز الوطني لنقل الدم، ونحن نعلم منذ أسابيع كثيرة ماضية أن الوباء موجود في بلادنا، مما يعرقل ذهاب الأشخاص الذين اعتادوا التبرع بالدم. إننا نطلق إذن نداء إلى الأشخاص، إلى الساكنة وإلى المتبرعين بالدم وإلى الذين لم يكونوا من المتبرعين للمجيء إلى المركز الوطني لنقل الدم والتبرع بدمهم من أجل إنقاذ حياة الذين يحتاجون الدم. لا يعني وجود جائحة أن الأمراض الأخرى والحالات التي تحتاج التبرع بالدم قد اختفوا من المنظومة الصحية، بالعكس، مرضى الكبد ما زالوا لدينا، النساء الحوامل ما زلنا دائما موجودات في المراكز الصحية والمنظومة الصحية والمستشفيات. وتقول بعض المتبرعات هنا إن التبرع بالدم أمر ضروري وسلوك مدني، بيد أن هذا السلوك والثقافة ما زالا غائبين في البلاد، داعية إلى الإقبال على مراكز التبرع بالدم التي تشهد نقصا حادا في هذه المادة التي تعرف تزايدا في الإقبال عليها سبيلا لإنقاذ المرضى. معطى الدم زين والناس ما هي فهمته، هو يعوض لك دم أزيا من الدم اللي كان عندك، هو إنقاذ حياة بشر، يعود كان لابد من الدم وتعطيه له كأنما أحيا الناس جميعا تعالى. وما شاء الله تجربة تبارك الله، ما أول مرة ما شاء الله نعطيه، يعني تبارك الله أعطيته مرات ما شاء الله، يتقبل الله أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله، وطالب الناس كامل اللي منها قاد يعطي الدم خير فيه، لا يجبر لجر الخير وينقذ حياة بشر، ومعطاه زين ولا يخسرش، الناس شاكة عنه يخسره هو ما العكس، وما شاء الله بتبارك الله ما يأثر على الصحة ما شاء الله ولا يأثر على بتبارك الله أي شيء ما شاء الله. ووزعت على هامش الاحتفالية المخلدة لليوم العالمي للتبرع بالدم شهادات تكريم على الحاضرين وشخصيات مدنية لإساهاماتهم في مجال التبرع بالدم، وكثيرا ما تشكو المراكز الصحية من نقص في هذه المادة.